لحد الآن لم يتجاوب الرئيس قيس سعيد. حتى الآن لم يتجاوب، حتى الآن لماذا في تقديره؟ ما أدري، وقته لم يتسع، ما أدري يعني لم يقتنع، ولكن أنا شديد القناعة بأن الحوار في كل المستويات وخاصة في على صعيد الرؤساء الثلاث هو أمر ضروري من أجل أن نجسد وحدة الدولة وأن نبرهن أن الدولة وإن تعددت السلطات ولكن هناك كيان واحد، هناك هوية واحدة، هناك سياسة واحدة، هنالك مزاج وروح واحدة. ولذلك من هنا فأنا متمسك بأهمية هذا المقترح وبأنه يمكن أن يكون مفتاحا لحل المشكلات الأخرى.